فرحة العيد تجمعنا عيدنا سعيد يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسناء من إدارة فريق فرسان التحدي. أعزائي الكرام متابعين فريق فرسان التحدي في كل مكان، مع حوار مع أحد محاضرين فريق فرسان التحدي في رمضان 2021. النهاردة حوارنا مع الأستاذة مروة السبع. أهلا وسهلا بك أستاذة مروة، ياريت تعرفينا مين هي مروة السبع. معكم مروة السبع محمد، عندي 26 سنة، من محافظة إنا، مقيمة في القاهرة، متزوجة، خريجة كلية آداب جامعة أسوان قسم لغة عربية، من المكفوفين. ده باختصار. اهلا وسهلا بيكي استاذة مروة، نورتينا. ايه رد فعلك لما تعرض عليكي انك تشاركي فرسان بفقرة في رمضان؟ ده انا اللي اسعد والله يا حسناء ان انا معاكم النهارده. الفكره جات لي هي اصلا من زمان عمزي، يعني انا من زمان كان نفسي اعمل فكره جوله في دوله، وان احنا نستفاد من فكره اختلاف الدول والاكلات المختلفه والحاجات دي. فانا الفكره من زمان عمزي، فلما دعاء قالت لي عايزينك تقدمي برنامج عندنا في فرسان في رمضان، فانا قلت الفكره دي هتبقى حلوه. كنت مبسوطه جدا طبعا، وجهزت بقى البرنامج، والحمد لله ان هو عجب ناس كتير وانا نفسي استفدت منه. ليه اخترتي جوله في دوله بالذات؟ لو اتكلمنا عن اسم البرنامج جوله في دوله، يعني انا مثلا بحب الاسماء اللي هي بتبقى متشابهه دي زي بعضها، جوله في دوله. والحاجه الثانيه ان انا بعمل جوله، يعني على سبيل المثال مثلا لبنان، بعمل جوله في لبنان مثلا، بشوف عاداتهم وتقاليدهم واكلاتهم ايه، ايه الفرق بينهم وبين السعودية، ايه الفرق بينهم وبين المغرب. الفكرة جاتني من هنا، ان انا عايزة اعرف كل دولة بتحتفل برمضان ازاي، عاداتها وتقاليدها واكلها وفرحتهم لما بيجي العيد بقى وكده. اكيد طبعا كل دولة بتختلف عن دولة تانية، وبنتشابه في بعض الحاجات. ففكرة جولة في دولة جاتني من هنا، ان انا عايز اعرف كل دولة بتحتفل برمضان او بتستقبل شهر رمضان ازاي. الاسم مطابق مع الحاجة اللي بتتقدم فيه. الهدف اللي كنت حابة توصليه للناس من خلال الفقرة دي؟ الهدف اللي كنت حابة اوصله للناس ان الناس تعرف، يعني الهدف هو المعرفة، ازاي انا في مكاني اعرف تونس بتحتفل ازاي، ازاي انا كفلسطيني اعرف ليبيا مثلا او اي بلد عربية بيحتفلوا ازاي، سوريا. يبقى خلي الدنيا كلها كأنها واحد، كل الناس عارفة اللي عند الدولة التانية، ما يبقاش كل واحد في بلده عارف عادات وتقاليد بلده بس، لا، هو عارف كل الدول العربية بتحتفل ازاي او بتستقبل ازاي شهر رمضان. ده الهدف بتاع البرنامج. كان ايه رد فعل الناس بالنسبة لك؟ رد فعل الجمهور على الفقرة كان ايه؟ لو هنتكلم عن الجمهور، لا الجمهور طبعا يعني كانوا مبسوطين جدا بالفكرة، ان انا زي ما قلتلك ان انا في مكاني بعرف الدول التانية بتحتفل ازاي او بتستقبل شهر رمضان ازاي. فالردود الناس كانت فعلا كانت جميلة جدا وبسطتني، وحسيت ان انا فعلا يعني مش بعمل حاجة كده وخلاص، مش بقدم برنامج كده وخلاص اي حاجة بتتقدم في القناة وخلاص، لا، ان انا بقدم حاجة بتفيد الناس دي. وفعلا الناس، لقيت ردود الفعل على البرنامج ده حاجة كويسة جدا، وقد ايه الناس استفادت من ثقافات المختلفة بين الدول. طب شعورك وانت بتحضري للفقرة دي وكمان وانت بتقدميها؟ الشعور كان جميل، يعني انك انت تجمعي ناس تستضيفيهم وكده، شعور حلو قوي. اللقاء نفسه كله كان عاجبني، يعني الفكرة نفسها كانت عجباني، فعشان كده ان انا اديتها بشكل كويس، وحاسة ان انا يعني البرنامج طلع بشكل كويس زي ما انا كنت عايزة، ويا رب يكون عجب فعلا الناس. لكن الفكرة ان هو الصراحة تعبني جدا، فكرة تقديمه وفكرة الناس والوقت. انا سجلته قبل شهر رمضان في شعبان كده تقريبا، فالزحمة بقى والناس عايزة تجهز لرمضان ومش فاضية للتسجيلات خالص، وطبعا الوقت مع الناس واختلاف الاوقات، يعني التوقيت في مصر غير في السعودية، غير في الإمارات، غير في أي دولة تانية. فطبعا كان بيسبب لنا فكرة ان انا ايه مش عارفة اتفق مع الشخصية اللي انا عايزة اسجل معاها بالنسبة للوقت. بس الحمد لله في النهاية زبطت، والحمد لله يعني طلعنا حاجة كويسة، واتمنى ان هي تكون عجبت الناس، اكون قدمت حاجة كويسة والناس فعلا استفادت بيها. لكن انا لو اتكلم على شعوري، لا، انا كنت مبسوطة جدا ان هي تكون عجبت الناس.
طيب لو اتعرض عليكي انك تقدمي شغل تاني في فريق فرسان، هل هتوافقي ولا هتكتفي بالتجربة اللي فاتت؟ ازاي بقى يا حسناء؟ لا طبعا هوافق، فرسان دي حياتي، يعني انا بحبها جدا، واي حاجة هما بيطلبوها مني، برامج اقدمها او سكتشات او حاجات زي كده، انا ما بتأخرش عنهم في حاجة، لان انا بحب فرسان التحدي دي جدا ومتعلقة بيها جدا، وبحب ان انا اقدم لها كل حاجة. يعني انا لو الوقت يسمح وكده هبقى معاها على طول، بس طبعا انت عارفة الحياة وكده بتشغلنا شوية وبيكون معانا التزامات تانية، لكن على قدر المستطاع اي حاجة فرسان بتطلبها مني انا ما بتأخرش عنها. كلمة أخيرة تحب تقوليها؟ الكلمة الأخيرة اللي أنا حابة أقولها، طبعا حابة أشكرك جدا على اللقاء الجميل ده، وأنا سعيدة جدا إن أنتي انضميتي لينا للإدارة، طبعا دي حاجة تسعدنا جدا. والحاجة التانية بشكر دعاء طبعا على المجهود اللي كانت بتعمله، المونتاج والحاجات دي، وإحنا ضغطناها جدا الفترة اللي فاتت، كل واحد فينا يقول لها ما تيجي بقى البرنامج بتاعي، أنا ماليش دعوة برنامج تاني، المهم البرنامج بتاعي أنا يكون جاهز. وانا الصراحة كنت بضغطها قوي عشان كنت بتأخر عليها جدا. والحاجة التالتة احب اشكر طبعا الاداريين اللي معانا، كل الناس بدون ذكر اسماء عشان ما انساش حد، واحب اشكر كل الموجودين في القناة اسم اسم، ويا رب يكون البرنامج عجبكم. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في سنوات تانية كتير قوي، وكل مرة ان شاء الله بحاجة جديدة وفكرة جديدة اقدمها في فرسان، وان شاء الله فرسان مستمرة. وطبعا ده يعني عيد الفطر وعيد فرسان، واقول لكل محبي فرسان كل سنة وانتم طيبين، واشكرك يا حسناء، دي الكلمة الأخيرة بتاعتي. واشكر كل الناس اللي ساعدتني في البرنامج، وبالأخص رنا أحمد من اليمن، لاني انا كل ما بكون مش لاقي حد اسجل معاه او الناس بتتأخر عليا، الصراحة هي اللي كانت بتجيب لي الناس دي، بتجيب لي البنات يعني عشان اسجل معاهم وكده، فانا بشكرها رنا احمد من اليمن. وبشكر كل الناس اللي ساعدتني، فريد وكل الناس اللي ساعدتني في الاعداد بتاع البرنامج والدول وكده، وبشكرك طبعا. حابة اضيف حاجة اخيرة، بحب اشكر كل الناس اللي سجلت معايا في البرنامج من كل الدول اللي انا سجلت معاهم، بحب اشكر كل البنات اللي سجلت معايا في البرنامج، وربنا يوفقهم ويا رب يكون اللقاء عجبهم. انتي قلتي لي كلمة اخيرة، بس انا قلتها لك بقى كأنها كلمة اخيرة مش كلمة اخيرة. طبعا بشكر كل الناس، وبشكر طبعا فريد جوزي ان هو ساعدني في البرنامج، وكان لي دور كبير جدا في البرنامج في الدول بقى، وان هو اللي كان بيعرفني يقول لي لا سجلي دولة كذا، اعملي كذا، الاداء هنا مش كويس، لا عيدي تاني كده، يعني كان ماشي معايا دور الاخراج. فبشكره وبشكر كل الناس اللي بتسمعنا، ويا رب يكون البرنامج عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. وكده يكون انتهى لقائنا مع الأستاذة مروة السبع. شكرا جدا لك أستاذة مروة السبع على وجودك معنا، بجد أسعدتينا بوجودك، وكانت فقرتك بجد فقرة متميزة وجميلة جدا، كلنا استفدنا منها. كانت معكم حسناء من قناة فريق فرسان التحدي. معنا ديننا وننسى الأزمات، اليوم اللي نور الوجه السعيد، المفروض كل يوم في حياتنا.